السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وفقا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسرار أهل السلسلة أجمعين آمين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم. لو بيساندكم سيدي حفظكم الله إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال كتاب الصلاة في رمضان، باب الترغيب في الصلاة في رمضان. وبه إليه قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. باب ما جاء في قيام رمضان. وبه إليه قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي رجل لنفسه ويصلي رجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء إلى قاري واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. وبإليه قال حدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب والتميم الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال وقد كان القاري يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وبإليه قال عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. وبإليه قال حدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، قال وكان القاري يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. وبإليه قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر. لحظة يا سيدي أجمل. نعم سيدي. يعني الناس يقرؤون سورة البقرة في ثمان ركعات وهم الصحابة رضوان الله عليهم. طيب القرآن سورة البقرة جزآن ونصف، كم صفحة؟ تقريبا 50 صفحة بمطابع الملك فهد. إذن 50 صفحة تقسيم 8 يعني لو قسمنا نحن 50 صفحة جزآن ونصف تقريبا، جزآن ونصف لو قسمناها على ثماني إيه اللهم صل على ثماني ركعات، يعني نصيب كل ركعة كم؟ تقريبا 5 صفحات سيدي. 5 صفحات. نعم سيدي. يعني 5 صفحات يعني ربع جزء. ولذلك في عهد سيدنا عمر لما ضعفت الهمم في عهد عمر رضي الله عنه فجمعهم على 20 ركعة، وسنة عمر سنة منصوص عليها
اهتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، فأصبح فلماذا يقول الناس أنها بدعة؟ هذه سنة، سنة عمرية وهي سنة نبوية، ولا يصح لأحد من فقهاء من أحد من الناس أن يقول صلاة إيه؟ صلاة التراويح هي بدعة التي فعلها سيدنا عمر، لأنها طعن في سيدنا عمر. وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عمر كلهم أجمعوا على 20 ركعة. فهو هي سنة وهي إجماع، ولا يحق لأحد أن يعترض على إجماع الصحابة وعلى السنة. فمن يقول أن الصلاة التي تصلي الآن هي بدعة، هذا يعني خرج عن الفقه وخرج عن الأدب، والله أعلم. نعم سيدي، تفضل. أحسن الله إليكم سيدي. وبإليه قال: حدثني عن مالك، عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب والتميم الداري. أي لا سيدي. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. وبإليه قال: عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقدت عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل. وبإليه قال: حدثني يعني يقرأ لها تأتم به، يصلي لها التراويح في بيته حتى لا تخرج، لكن تأتم به أيضا هي. نعم نعم سيدي. وهذا وليس أنها تترك الصلاة مع سيدنا عمر أبدا، تصلي مع سيدنا عمر وفي عهد عمر، وأيضا تصلي في بيتها مرة أخرى قياما لليل، لأن القيام الليل ليس مشروعا أن يكون في المساجد التهجد. وهذه بدعة لم يقرها لا سلف ولا خلف. نعم. باب ما جاء في صلاة الليل. وبإليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرين تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته، فكان نومه عليه صدقة. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: فالبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وهذا الحديث يعني ينسخ الحديث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة المرأة صلاة الرجل للمرأة وهي معترضة، ليست تمر، معترضة، يصلي كل صلاته وعائشة سترته. نعم. ولذلك الإمام الكشميري قال: إذا هذا الحديث وارد إذا كانت المرأة حائضا. نعم نعم، بارك الله بكم. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى فهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. أي بمعنى يدعو على نفسه، يدعو. نعم، وليس بمعنى السب الذي معهود في عند الناس أبدا، يدعو على نفسه. نعم. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الخولاء بنت طويد لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة.
وبه إليه قال حدثنا، وهذا معنى عند أهل البلاغة من المشاكلة. نعم. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وبه إليه قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وبه إليه قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. قال مالك: وهو الأمر عندنا. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. وبه إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاستجعت في عرض الوسادة، واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر ثم استجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وبإليه قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عائشة عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة عبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر فتلك 13 ركعة. باب الأمر بالوتر. وبإليه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجية سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترست له وهو رايح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات
كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عاد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عاد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. قال سعيد بن مسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. وبه إليه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله، يعني هذا أوترت لأهل الاحتياط، نعم سيد، خوفا من فوت الفجر عليهم، لكن أهل الهمة كانوا يؤخرون، لأنه متيقن من نفسه 100% أنه يستيقظ قبل الفجر. نعم نعم سيدي بارك الله. وبهذا قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجبه؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. نعم، ومعنى الوجوب هنا هو يقصد أنه فرض، فنفى أن يكون فرض ولم يجيبه، لأن المصطلح الواجب والفرض جاء يعني محدث، حدثه الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي أول ما صنعوا وألفوا في أصول الفقه عندما قسموا الأحكام. أما في عهد الصحابة حتى السنة عندهم هي واجبة في مقام الفرض. نعم أحسن الله إليكم. وبإليه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجاء أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. وبإليه قال: يعني وهذه الطريقة لمن أصلى، يعني وهذا الفقه لمن أراد، من أوتر في أول الليل قبل أن ينام ثم يعني استيقظ قبل الفجر. نعم. ويريد أن يختم يطبق السنة ويختم، إذن يشفع بركعة واحدة حتى يكون الوتر الأول شفعا. نعم. ثم يقرأ أو ثم يصلي الوتر ركعة واحدة أو ثلاثة عند الأحناف في قبيل الفجر. فهذا الجمع بين حديثين: لا وتران في ليلة. نعم. نعم. بارك الله. وهذا المخرج. نعم. وبه لي قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين ركعتين وركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. وبه لي قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. وبه لي قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال مالك: وبذلك أخذوا الأحناف. نعم سيد. نعم. قال مالك: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إلي. باب الوتر بعد الفجر. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. إذن وهذا الترتيب حتى في الواجب، هذا الترتيب. إذن أوتر يعني قضى
قضى الوتر لوجوب لشدة وجوبه قضى الوتر. نعم سيد. ثم بدأ بالفجر. نعم نعم شيخنا. نعم. وبه لي قال حدثني عن مالك إن أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. وبه لي قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيم الصلاة الصبح وأنا أوتر. وبه لي قال حدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. وبه لي قال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة وبعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك قال. ولذلك قالوا مثلا الأحناف من هذا الباب يعني سنة الفجر أولى من الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، ومع ذلك يسمع الإقامة ويصلي الوتر. وسنة الفجر هي أفضل ركعتين في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأحناف قالوا يصليها خفيفة ثم يلحق الإمام إلا إذا خاف أن تفوته الفجر، فالإمام يقرأ قصار الصور فيخاف أن تفوت، لا يكمل. نعم نعم سيدي أحسن الله إليك. وبه لي قال إذن ليست بدعة من صلى في سنة الفجر والإمام يصلي، ليست بدعة، هذا عمل الصحابة والتابعين الحمد لله سيدي. وبه لي قال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأن أسمع الإقامة وبعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك قال. قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر، يعني بعد أذان الفجر وليس بعد صلاة الفجر. نعم. يوتر بعد الأذان أي مع يوتر ثم يصلي السنة ثم يصلي الفجر، وليس معناها بعد صلاة الفجر، لأنه لا هناك نص صريح لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس. نعم نعم. باب ما جاء في ركعتي الفجر. وبه لي قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وبه لي قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا. وبه لي قال حدثني عن مالك عن شريك، وهذا الدليل أنه كان يصليها بغلس. نعم نعم سيد أحسن الله لي. وبه لي قال حدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. وبه لي قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فأتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. وبه لي قال بعد أن طلعت الشمس، وهذا مذهب الأحناف، لا يصليها السادة الشافعية والحنابلة إذا فاتته سنة الفجر وصلى مع الإمام فيصليها بعد سلام الإمام، لا، مذهب ابن عمر وماذا أخذ به الأحناف أنه لا يصليها إلا بعد الضحى أو قبل الضحى. نعم سيدي. وبه لي قال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. كتاب صلاة الجماعة. باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. وبه لي قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض ب27 درجة. وبه لي قال حدثني عن مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. وبإليه قال حدثني عن مالك عن أبي الزناد أن أعرج أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب. لقد هممت. نعم نعم حسن الله. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وبإليه قال حدثني عن مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. إذن وهذا دليل الأحناف أن صلاة الجماعة سنة وليست واجبة. نعم. ولذلك لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، وهمه أنه يجعل من يقوم الناس وهو يترك صلاة الجماعة ليراقب هؤلاء المنافقين أو يحرق البيوت على المنافقين وقت الصلاة، وقت الشروع في الصلاة، لأنهم متخلفون عنها. فتركه للنبي صلى الله عليه وسلم الجماعة ولم يتركها همّا أخرجها من الوجوب إلى السنية عند الإمام أبي حنيفة، والله أعلم. أحسن الله إليكم سيدي. وبإليه قال حدثني عن مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. باب ما جاء في العتمة والصبح. وبه إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا. والآن بالعكس. نعم الآن بالعكس، يعني نسبة كبيرة من الأمة العربية الآن تسهر الليل كله وتصلي الفجر، لكن يضيع عليها الظهر والعصر في النوم، وبالأخص في رمضان وفي البلاد العربية. نعم. وبإليه قال حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن يعني بصالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له، وقال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الحدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف أو الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبا. نعم. والشهداء هنا هذا الحديث يثبت أن الشهداء قسمان: قسم الشهداء الحرب والغزو الكفار، وهؤلاء لهم أحكام أنهم يغسلون لا يغسلون وإنما يدفنون بدمائهم، وهؤلاء الذين يقعون في المرض أيضا هم في حكم الشهداء وإن كانوا يغسلون. نعم. والإمام السيوطي جمع رسالة في هذا الباب. الله يجزيك الخير. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها الشفاء. لا الشفاء. نعم أحسن الله. فمر على الشفاء. لا لا الشفاء. الشين مشددة والفاء مشددة. الشفاء. نعم أحسن الله عليك. وسوق المدينة هو أمام باب السلام، هنا كان الموقع بين باب السلام وبين مصلى العيد، ومصلى العيد في مسجد الغمامة الآن، هنا كان السوق. مصلى العيد عند مسجد الغمامة. أيوة مصلى العيد هو مسجد الغمامة. نعم
فمر على الشفاء شفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح فقال إنه بات يصلي فغلبته حقها فقال أنا الشفاء رضي الله عنها حضرت ولادة رسول الله. الشفاء الصحابية هي حضرت ولادة رسول الله. نعم. إذن عمرت. نعم. أحسن الله عليك. فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. وهذا الباب يعني ما يخطأ فيه كثير من طلبة العلم أنه يشتغل بالسنن والمذاكرة وكذا والمذاكرة والاجتهاد خاصة أيام الاختبارات ثم تضيع عليه صلاة الفجر. نعم. لا صلاة الفجر كما حتى يقولون الفقهاء صلاة الفجر أولى من حج النفل. الله. نعم. وبه لي قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء يشاي فراء أهل المسجد قليلا فاستدعى في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا فأتاه بن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن فأخبره فقال لعثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. باب إعادة الصلاة مع الإمام. وبه لي قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بص بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مسجد مع رسول الله صلى الله عليه في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. إذن هنا مبدأ يعني الابتعاد عن مواطن الشبه. نعم. يجب على طالب العلم والعالم أن يبتعد عن مواطنه حتى لا يظن به سوءا. نعم. هو صلى في بيته نعم سقطت عنه لكن مدام حضر المسجد يجب أن يصلي معهم. نعم. بنية إعادة الفجر. والمتأخرون من الفقهاء يقولون قضاء ما من أحد من المسلمين اليوم إلا فاتت عليه في أول شبابه الصلاة فأنويها قضاء وإن لم أنويها حاضرا فمثلنا ننويها قضاء وإذا تقع عن القضاء. نعم. فلذلك يجب على طالب العلم لأنه محط نظر الناس أو المسلم إذا كان يعيش بين بلاد الكفار يجب أن يحتاط لقوله وفعله حتى لا يشوه بفعله صورة الإسلام أو صورة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله يجزيكم الخير سيدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما مر بصفية قال إنها صفية. نعم. وقال للصحابة إني خشيت إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم مع أنهم صحابة لكن هو لرفع لم يتهمهم صلى الله عليه وسلم وحاشا لكن ليريد أن يقرر مبدأ البعد عن الشبهات. نعم. نعم. أحسن الله إليكم سيدي. وبه لي قال حدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه فقال له عبد الله بن عمر نعم فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي فقال له ابن عمر أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. وقوله أني أصلي في البيت مع أهلي جماعة لا يصليها مفردا مثلنا كانوا يجمعون بنسائهم وأولادهم وخدمهم. نعم نعم.
وبه إليه قال حدثني عن مالك يعني يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي فأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. وبه إليه قال حدثنا عن مالك عن نفيل بن سهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الإنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلم يعد له فلا يعد لهما. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا. باب العمل في صلاة الجماعة. وبه إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن الزناد أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطبل ما شاء. وإليه حدثني عن مالك النافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. نعم، والعقيق في أول العقيق أو وسط العقيق هو خلف مسجد القبلتين. نعم، هذا وادي العقيق الذي يقع بين الجامعة الإسلامية وبين مسجد القبلتين. نعم سيدي. شمال الحرم المدني. نعم سيدي. نقفنا هذا في وسطه. نعم، والذي أمر الله النبي جبريل عليه السلام أن ينزل فيه ويصلي ركعتين في ليلة الإسراء. نعم سيدي. نعم. نقرأ سيدي ونقف؟ لا أكمل. إذا كان عندك ما عندكم شيء يعني نكمل الذي فاتنا 20 دقيقة. نعم. شكرا. باب صلاة الإمام وهو جالس. وبه إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبي بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. إذن هنا صلى الله عليه وسلم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا كان النبي أبو بكر كالمبلغ، لأن صوت الله عليه وسلم كان مريضا صلى الله عليه وسلم فصوته كان خفيفا، فهو يكبر رسول الله وأبو بكر يرفع صوته بالتكبير كأنه مبلغ. نعم. باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. وبه إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وقائم. وهذا للأمة وليس خاص بالنبي. نعم.
وبه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن عاص انه قال لما قدمنا المدينه نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في صبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه القاعد مثل نصف صلاه القائم. وهذا يعني وهذا الحديث هو تشجيع في رفع الهمة. نعم أحسن الله. باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. وبيلي قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحا في صبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في صبحته قاعدا ويقرع بالسور سورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. وبه قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. إذن هنا للتعويض، يعني هو تشريع وتعويض. صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم في السنة، وبما أنه يصلي قاعدا إذن يجي هذا يطيل قراءة القرآن، بما أنه فات يعني فات على القاعد نصف صلاة القائم إذن أنا أطيل لأعوض. ولذلك كانوا السلف الصالح يقولون للنساء الحيض والنفساء أنهم كانوا في وقت الصلاة يتركون كل شيء ويجلسون في التسبيح والتهليل والتكبير ليعوضون ما فاتهم من إقامة الصلاة، مع أن الله أسقطهم عنهم، لكن قالوا فاتنا هذا الأجر إذن يجب أن نعوضه بالأذكار والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي. نعم. وبه لي قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، وإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وبه قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كان يصليان النافلة وهما محتبيان. باب الصلاة الوسطى. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن نبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وهذه ليست قراءة متواترة وإنما هي للتفسير. نعم. يعني هذه كانت حاشية. أيوة تفسير وحاشية. نعم. وبيلي قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وبه قال حدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وبه قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه
وبه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن ابي هريره ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا لكلكم ثوبان؟ وبه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال: سئل ابو هريره: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم. فقيل له: هل تفعل انت ذلك؟ فقال: نعم، اني لو اصلي في ثوب واحد وان ثيابي على المشجب. يعني ومعنى ذلك، ومعنى ذلك ان ساقيه مكشوفتين، يعني اذا كان يصلي برداء واحد سيستر اعلى الصدر الى الركبه. نعم، وكان الصحابه هكذا يصلون، فليس فيه، نستطيع ان نقول فيه انه قله ادب لانه لا يوجد عندهم. نعم سيدي. نعم. وبه لي قال حدثني عن مالك انه بلغه ان جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. وبه لي قال حدثني عن مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن ان محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. وبه لي قال حدثني عن مالك انه بلغه عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فان كان ثوب قصيرا فليتزر به. قال مالك: احب الي ان يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا او عمامه. باب الرخصه في صلاه المراه في الدرع والخمار. وبه لي قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. وبه لي قال حدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن امه انها سالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلي في المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابق إذا غيب ظهور قدميها. وبه لي قال حدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن أبي سعيد عن بصر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. وبه لي قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطقة يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغا. كتاب قصر الصلاة في السفر. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. وبه لي قال حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. وبه لي قال حدثني عن مالك عن أبي الزبير. وتبوك تبعد عن المدينة الآن 700 كيلو. 700 كيلو. أيوة، 700 كيلو شمالا باتجاه بلاد الشام. شكرا سيدي. وبه لي قال حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن باثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى، فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا: نعم. وسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا. والسب هنا بمعنى اللوم والعتاب، لأنهما كانا من المنافقين. نعم سيدي. نعم. حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملي جنانا. نعم. والآن ما شاء الله، كان هي يعني كأنها قطعة من بلاد الشام يزرع فيها كل شيء، الخضروات والفواكه والزيتون، وكله جديد،
الآن قبل يعني 30 سنة لم يكن موجودا. الآن الفواكه والعنب والخضروات والحبوب والبقول كلها من تبوك، ولو دخلت إليها في يعني تنظر يعني على مد البصر كله مزروعات ما شاء الله، كانت صحراء قاحلة قبل 30 سنة والآن ما شاء الله الحمد لله، وأنا رأيت ذلك بعيني. صبغت أبني ما أبنى ما يبنى صبغت الله ما يبنى. يعني سيدي يعني في هذا العصر ظهر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة بدايتها نعم، لكن يعني جنات وأنهار موجودة، الجنات أنهار لا يوجد، لكن ماء من الآبار الارتفاعية وحتى سقي الأشجار كله على الكهرباء، رشاشات كهربائية. يعني في القديم الماء يسقى في كل شجرة في الساقية أو في العادية، الآن كله كهربائي، جرار كهربائي يسقي الأرض 2 كيلومتر 3 كيلومتر. الحمد لله. نعم ما شاء. هذه من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبإليه قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. وبإليه قال حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن زيد بن عبد الله بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في خير خوف ولا سفر. قال مالك ورى ذلك كان في مطر. وبإليه قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وبإليه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ وبإليه قال حدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن الحسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. وبه لي قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحزر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. وبإليه قال حدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وبإليه قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق. باب ما يجب فيه قصر الصلاة. وبإليه قال حدثني يحيى عن مالك بن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا ومعتمرا فقصر الصلاة بذي الحليفة. وبإليه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم قصر الصلاة في ذي الحليفة. في ذي الحليفة، والحليفة ميقات أهل المدينة. نعم سيدي. هذه السنة النبوية، لكن لو أن أحد الطلاب العلم الآن أو أحد الناس من المسلمين هو مقيم في المدينة المنورة وأراد أن أطبق السنة وذهب إلى مسجد ذي الحليفة وصلى قصرا المغرب أو العصر أو الظهر يعتبر صلاته باطلة ويعتبر أكبر جاهل في الدنيا. لما؟ هي سنة نبوية. نعم سنة نبوية في وقت رسول الله، لأن حدود المدينة المنورة وسكن المدينة المنورة عند ثنية الوداع من جهة الشمال، ومن جهة الجنوب مسجد قباء، ومن الجهة الشرقية العوالي. هذه حدود المدينة المنورة، وكانت ذا الحليفة بينها وبين الحرم الشريف
أكثر من 15 كيلو، إذن هي خارج الحدود، فلذلك قصر الصلاة. أما الآن هي حي من أحياء المدينة، المسجد حي من أحياء المدينة، فالحاج والمعتمر الذي يريد أن يتوجه من المدينة إلى مكة المكرمة وأذن عليه الظهر أو العصر أو العشاء يجب أن يصلي تماما ولا يصلي قصرا كما فعل رسول الله، لأنها كانت خارج حدود المدينة وبيوت المدينة. وكل الفقهاء اتفقوا أن الإنسان متى يقصر؟ قال إذا أذن عليه وهو خارج من حدود المدينة. خلصوا تعلموا عشان أروح المدرسة يعني. نعم سيدي. وهذا كثير يقع فيه الناس الآن، وخاصة الذي يأتي بالحجاج والمعتمرين لأداء الحج والرؤساء القوافل والمجموعات، وهذا خطأ فادح، وهو لا يشعر أنه يطبق سنة وهو خارج السنة، وهو يظن أنه يحسن صنعة. أبدا، اختلف الوضع الآن. يعني الميقات حي فيه أسواق وفيه سكان وفيه كل شيء، وأصبح من داخل المدينة. نعم سيدي، أحسن نعم. الله إليك. وبإليه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو من 4 برود. أي هو البرد 80، كلهم قدروه 80 كيلومتر. نعم. وبهلي قال حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر راكب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وبين ذات النصب والمدينة 4 برد. وبهلي قال حدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. وخيبر 200 كيلو. 200. وعسفان أيوة 200 كيلو، وعسفان 80 كيلو. أما الآن جدة، نعم، بين مكة وجدة 60 كيلو، ليست مسافة سفر، قصر. فلا يحق للحاج والمعتمر إذا أقام في اليخت الحج في مكة أكثر من 4 أيام أن يذهب إلى جدة للتنزه ويقصر الصلاة. نعم سيدي. إلا إذا كان نوى الإقامة أقل من 4 أيام عند الجمهور وأقل من 15 يوما عند الأحناف. نعم سيدنا حسن. نعم. وبإليه قال حدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. وبإليه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. وبإليه قال حدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد. اليوم التام يعني النهار من الفجر إلى المغرب، والإنسان في معتدل مشيه المعتدل إذا كان على قدمه يمشي في يعني الواحد الكيلو يمشي 1/4 ساعة أو 20 دقيقة، والجمل أقل لأنه أسرع من الإنسان الجمل. نعم. فالنهار الآن 12 ساعة في أقصر الأوقات الآن، يعني إذا كان في فطر الشتاء، فالساعة تمشي تقريبا 4 كيلومتر، فعشرة كيلو تقريبا 40 كيلومتر، 50 كيلومتر. نعم نعم. وبه لي قال حدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريدة فلا يقصر الصلاة. وبه لي قال حدثني عن مالك أنه بلغه هو أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف. وفي الطائف 150 كيلومتر في الطريق القديم، أما الآن في طريق قصير، الطريق الجبلي 60 كيلو، لكن يعتبر سفرا. نعم نعم، يعتبر قصرا. قصر. نعم. وفي مثل ما بين مكة وعسفان، ولا يؤخذ بقول من أخذ بظاهر الحديث قال أنا مطلق السفر، فلذلك كان الجهال يصعدون إلى عرفات 25 كيلومتر، قالوا سفر ونقصر الصلاة ونفطر جهلا. نعم سيدي. نعم. أحسن الله إليك. إذن هو السفر السفر الشرعي وليس السفر اللغوي. نعم سيدي. نعم. وهو 80 كيلو كما قرره الفقهاء الأئمة الأربعة.
نعم. وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. عسفان بالتحديد 80 كيلومتر في الطريق الجديد، والقديم كان أكبر، الآن 80 كيلو عسفان. وفي عسفان صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. نعم. وفيها بئر كأنه ماء زمزم، ماء عسفان بئر التفلة. بئر التفلة. نعم، في عسفان بئر التفلة ما زال موجودا. نعم. وفيه ملوحة قريب من ماء زمزم. نعم. عسفان سيدي بضم العين أو بفتحها؟ نعم عسفان. نعم عسفان. وجدة سيدي؟ الاثنين، جدة وجدة وجدة، ويقولون عن جدة أمنا حواء مدفونة هناك. نعم. وأيضا نعم. جدة أيضا بفتح بضم جدة. جدة بمعنى عندنا في العرب الجدة، في حتى في السنة هي أم الأم. نعم. أو أم الأب. نعم. نعم. فسميت جدة على كما يقول أهل التاريخ أن أمنا حواء وجدة الأمة كلها مدفونة في جدة. نعم. أو في جدة. نعم. وبضم الجيم سيدي؟ نعم جدة. نعم أيضا معناها أيضا أم الأم؟ لا، أم الأم جدة في النص. نعم. أم الأم أو أم الأب، الجدة تطلق عند العرب يعني أم الأب وأم الأم جدة. لكن أهل مكة، أهل مكة يقولون عن الجدة أم الأم، أم الأب، وأم الأم حتى لا يميزون بينها يسمونها يعني ستي. ستي. أيوة أهل مكة. نعم سيدي. نعم. قال مالك: وذلك أربعة برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. نقف هنا سيدي. طيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا يعني أعتذر من الإخوة على الإطالة والشرح، وإن أحببتم قراءة سرد يعني أنا أتوقف عن الشرح. لا 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 يا سيدي، لازم نستفيد كثيرا والله، بارك الله فيك. يعني إذا كان هذا استفادة يعني هو رأيك، أحب أن أرى يعني المشاركة من الجميع في هذا الرأي. نعم نعم نعم، الحمد لله كلهم مشاركون. طيب. في هذا. بارك الله فيك. المجموعة عندك كم شخص؟ في المجموعة تقريبا 20، وفي هذا الوقت 10 فقط. طيب، تستخدمون التليجرام؟ لا 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 سيدي. طيب، بس الزوم يعني؟ أنا الزوم وواتس. واتس يعمل عندكم الواتس. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد، وانشر أنوارها وأفضالها وأسرارها وبركتها ومعانيها على الحاضرين في هذا المجلس المبارك وأصولهم وفروعهم وما تحويه شفقة قلوبهم. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل مجالسنا كلها حبا فيك وحبا في رسولك صلى الله عليه وسلم، وأحياء لسنته. اللهم ثبتنا على ذلك، واصرف عنا كل بلاء وفتنة ومحنة، واجمع بنا الأمة، وانبذ بنا الفرقة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، وأجزتكم. بارك الله لي ولكم ونفعني ونفعكم بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبأمان الله.